السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو غنشوفوا تحليل مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز للجولة 11، طبعا وتقييم اداء الدولي الجزائري رياض محرز في هذا اللقاء. مباراة صعبة وقوية على الفريقان. لنبدأ في التفاصيل وفي التحليل ومع التشكيلة كالاتي. لدينا بيبي غوارديولا كيدخل بالتشكيلة كالاتي: حراسة مرمى ايدرسون، وخط الدفاع لدينا ووكر وستونز ولابورت وجواو كانسيلو. خط الوسط لدينا إسباني رودري وغوندوغان وبرناردو سيلفا. أما خط الهجوم لدينا بالمر ستيرليك وفيل فودين. عاوتاني هاد المخربق تاع غوارديولا كيخلي لنا رياض محرز في الدكة، وهالشي اللي ما بغيناه جزائري رياض محرز، وهو جلوس في الدكة مرة أخرى مع المدرب بيبي غوارديولا. لكن المدرب الإسباني لديه رأي آخر بشأن رياض محرز، وهو أن يجهز اللاعب إلى مباراة الأربعاء أمام باريس سان جيرمان. أما بالنسبة لتحليل المباراة، شاهدنا وكلنا نعرف طريقة لعب مانشستر سيتي، وهو الضغط العالي وفرض أسلوبها على الخصم والاستحواذ على الكرة وخلق الهجمات. وشاهدنا هذا في الشوط الأول خصوصا، وهو السيطرة كليا على الشوط الأول والخروج بتقدم بهدف الاستفر عن طريق ستيرليك. أما بداية الشوط الثاني، كل آمالنا مشاهدة رياض محرز يدخل، وهذا ما تحقق بعد الهدف الثاني مانشستر سيتي في الدقيقة 56. دقيقة كيدخل رياض محرز مكان في الفودن. رياض محرز بعد ثاني لمسة له للكرة خلق خطورة على المرمى بالتسديدة جنبت القائم. كنت أتمنى التسديدة في الشباك، لكن تسديدة مرت بعيدة قليلا على المرمى. تحرك بشكل جيد، خلق الفرص، حاول في عدة لقطات. شاهدنا رياض محرز يدخل بإنرجي رائعة لحسم اللقاء بهدف ثالث أو رابع من رياض محرز. لكن رياض محرز في هذا اللقاء أثبت أنه يستحق الوجود رسميا في هذه التشكيلة، وطبعا نتمنى وجوده في تشكيلة يوم الأربعاء. وهذا هو تقييمي وتحليلي لأداء رياض محرز وتحليل المباراة. وأنت كمشجع، ما هو تقييمك لأداء رياض محرز؟ وإلى اللقاء.